عند محمد عمارة. واجل جول 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 محمد عمارة. يا بختك يا عمارة، يا بختك يا عمارة. هو بيلعبها بالعرض وكاسيل عايز يطلع عشان ياخد العرضية، تقلص من على رجل محمد عمارة. والاحتفال المصري الجديد، ويشاركهم في الاحتفال عبد الظاهر السقا. هو قال لهم شكلي هجيب جول، ولما اجيب جول هروح عند الراية الركنية وتيجوا معايا تحتفلوا بالصحاب. لاعب بالعرض، لاعب بالعرض. الراجل طلع واخد الخطوتين عشان يقطع بالعرض، معلش يا كاسيل. والهدف الاول ادي محمد عمارة، وحظك الحلو وحظنا الاحلى. والهدف الاول اعزائي المشاهدين في الدقيقة 14 محمد عمارة. ادي الكرة مرة تانية، ضربت مسافة تسلل من ناحية الشمال.